سائل يقول: أخت زوجتي كثيرا ما يعني تؤذيها وتقول أنك لست بأخت لي وأنك لقيطة وغير ذلك من الكلام. يقول مثل هذا الكلام، هل ما الحكم فيه وماذا نصنع نحن حتى نرد هذه الأخت؟ على كل حال هذا يشبه كما ذكر انه قذف، يعني كانت تعيبها بامها، ولا يجوز مثل هذا، سواء كان هذا واقعا حقيقه او لم يكن واقعا. ان تعيب الانسان بمثل هذا هو من الاذى الذي يدخل في قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وهذه البنت لو كان الأمر كما ذكرت من تصفها بهذا الوصف، لو كان الوصف مطابقا ما فعلت شيئا يوجب أن تؤذى بهذا النوع من الأذى. صحيح. فلا يجوز مثل هذا، وهو مما يوجب العقوبة والتعزير لعموم قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم الموضوع اللقطة لا يلزم أن يكون ناتجا عن حرام، قد يكون لأسباب أخرى غير هذا. وفي كل الأحوال الواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا يؤذي أحدا بقوله، وفيما إذا عجزت عن كف أذاها فلتتقدم للجهات التي تنصفها من القضاء أو نحوه من الجهات التي تستقبل مثل هذه الحقوق لمعالجتها. نسأل الله الهداية. اللهم